هناك أنماط غير مرغوب فيها لأنها لا تشجع حدوث التفاعل الطرفي، ومنها إهمال أسئلة التلاميذ واستفساراتهم وعدم سماعها. ثانيا، فرض المعلم آراءه ومشاعره الخاصة على التلاميذ. ثالثا، الاستهزاء أو السخرية من أي رأي لا يتفق مع رأيه الشخصي. رابعا، التشجيع والإثابة في غير مواضعها ودون ما استحقاق. خامسا، استخدام الأسئلة الضيقة. وأخيرا، إهمال أسئلة التلاميذ دون الإجابة عليها. المجال الثالث، المهمات المتعلقة بإثارة الدافعية للتعلم. تؤكد معظم نتائج الدراسات والبحوث التربوية والنفسية أهمية إثارة الدافعية للتعلم لدى التلاميذ، باعتبارها تمثل الميل إلى بذل الجهد لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في الموقف التعليمي. ومن أجل زيادة دافعية التلاميذ للتعلم، ينبغي على المعلمين القيام باستثارة انتباه تلاميذهم والحفاظ على استمرار هذا الانتباه، وأن يقنعوهم بالالتزام لتحقيق الأهداف التعليمية، وأن يعملوا على استثارة الدافعية الداخلية للتعلم، بالإضافة إلى استخدام أساليب الحفز الخارجي للتلاميذ الذين لا يحفزون للتعلم داخلياً. ويرى علماء النفس التربوي وجود مصادر متعددة للدافعية، منها الإنجاز باعتباره دافعاً. يعتقد أصحاب هذا الرأي أن إنجاز الفرد واتقانه لعمله يشكل دافعاً داخلياً يدفعه للاستمرار في النشاط التعليمي. فعلى سبيل المثال، أن التلميذ الذي يتفوق أو ينجح في أداء مهمته التعليمية يؤدي به ذلك ويدفعه إلى متابعة التفوق والنجاح في مهمات أخرى، وهذا يتطلب من المعلم العمل على إشعار التلميذ بالنجاح وحمايته من الشعور بالخوف من الفشل. القدرة باعتبارها دافعاً. يعتقد أصحاب هذا الرأي أن أحد أهم الحوافز الداخلية يكمن في سعي الفرد إلى زيادة قدرته، حيث يستطيع القيام بأعمال في مجتمعه وبيئته تكسبه فرص النمو والتقدم والازدهار، ويتطلب هذا الدافع من الفرد تفاعلاً مستمراً مع بيئته لتحقيق أهدافه. فعندما يشعر التلميذ أن سلوكه الذي يمارسه في تفاعله مع بيئته يؤدي إلى شعوره بالنجاح، تزداد ثقته بقدراته وذاته، وأن هذه الثقة الذاتية تدفعه وتحفزه لممارسة نشاطات جديدة. فالرضا الذاتي الناتج في الأداء والإنجاز يدعم الثقة بالقدرة الذاتية للتلميذ ويدفعه إلى بذل جهود جديدة لتحقيق تعلم جديد وهكذا. وهذا يتطلب من المعلم العمل على تحديد مواطن القوة والضعف لدى تلاميذه ومساعدتهم على اختيار أهدافهم الذاتية في ضوء قدراتهم الحقيقية، وتحديد النشاطات والأعمال الفعلية التي ينبغي عليهم ممارستها لتحقيق أهدافهم ومساعدتهم على اكتساب مهارات التقويم. الحاجة إلى تحقيق الذات كدافع للتعلم. لقد وضع بعض التربويون الحاجة إلى تحقيق الذات في قمة سلم الحاجات الإنسانية، فهم يرون أن الإنسان يولد ولديه ميل إلى تحقيق ذاته، ويعتبرونه قوة دافعية إيجابية داخلية تتوج سلوك الفرد لتحقيق النجاح الذي يؤدي إلى شعور الفرد بتحقيق وتأكيد ذاته. ويستطيع المعلم استثمار هذه الحاجة في إثارة دافعية التلميذ للتعلم عن طريق إتاحة الفرصة أمامه لتحقيق ذاته من خلال النشاطات التي يمارسها في الموقف التعليمي، وبخاصة تلك النشاطات التي تبعث في نفسه الشعور بالثقة والاحترام والاعتبار والتقدير والاعتزاز. أما أساليب الحفز الخارجي، الإثارة الدافعية لدى التلاميذ فإنها تأخذ أشكالا مختلفة، منها التشجيع وإثارة الدافعية ثواب المادي أو ثواب الموقف التعليمي أو النفسي أو تغيير البيئة التعليمية أو استخدام الأساليب والطرق التعليمية. وهذا يتطلب مختلفة مثل الانتقال على المحاضرة إلى النقاش فالحوار المحاضرة مرة أخرى، يحرص على أو عن طريق في الوقت المناسب للتواصل مع التلاميذ سواء كانت لفظية أو غير لفظية، فعلى سبيل استخدام مواد ووسائل تعليمية متنوعة أم عن طريق تنويع أنماط الأمثلة الحافزة للتفكير. وبالتالي فإن هذه الكلمات تفقد معنى إلى توفير البيئة النفسية والاجتماعية والمادية المناسبة في الموقف التعليمي، وأن يربط هذه الاستجابة تمثل عوامل هامة في إثارة الدافعية بسببه.
وفي رأيي الاقتراحات أهمية تنميع المعلم في عملية استخدام الصور القوية أهمية عدم الإسراف في عملية استخدام أساليب الثوابية للتعب، وأن يحرص على أن تتناسب الإثابة مع نوعية السلوك، فلا يجوز أن يعطي المعلم سلوكا عاديا إثابة ممتازة وأن يعطي في الوقت ذاته الإثابة نفسها لسلوك متميز. خامسا، أهمية ربط الثواب بنوعية التعلم. سادسا، أهمية حرص المعلم على استخدام أساليب الحفز الداخلي. ولكن أهمية استخدام أساليب الثواب لا تعني عدم لجوء المعلم إلى استخدام أساليب العقاب، فالعقوبة تعد لازمة في بعض المواقف وتعد أمرا لا مفر منه، لكن ينبغي على المعلم مراعاة المبادئ التالية في حالة اضطراره لاستخدامها. أولا، تعد العقوبة أحد أساليب التعزيز السلبي الذي يستخدم من أجل تعزيز سلوك التلاميذ عن طريق محو أو إزالة أو تثبيط تكرار سلوك غير مستحب عند التلاميذ، وبعبارة أخرى يستخدم العقاب لتحقيق انطفاء استجابة غير مرغوب فيها. ثانيا، يأخذ العقاب أشكالا متنوعة، منها العقاب البدني واللفظي واللوم والتأنيب، وهناك عقوبات اجتماعية ومعنوية، وبالتالي فإن العقوبات تتدرج في شدتها. ثالثا، يشكل إهمال المعلم للسلوك غير مستحب في بعض الأحيان تعزيزا سلبيا لهذا السلوك عند التلميذ، ويمثل هذا نمطا من أنماط العقوبة. رابعا، يمثل تعزيز المعلم للسلوك الإيجابي لدى تلميذ عقوبة للتلميذ الذي يقوم بسلوك سلبي. خامسا، ينبغي أن يقترن العقاب مع السلوك الغير مستحب. سادسا، ينبغي أن لا تأخذ العقوبة شكل التجريح والإهانة، بل يجب أن يكون الهدف منها تعليميا وتهذيبيا. المجال الرابع، المهمات المتعلقة بتوفير أجواء الانضباط الصفي. الانضباط لا يعني جمود التلاميذ وانعدام الفعالية والنشاط داخل غرفة الصف، وذلك لأن البعض من المعلمين يفهمون الانضباط على أنه الالتزام التلاميذ بالصمت والهدوء وعدم الحركة والاستجابة إلى تعليمات المعلم، كما أن البعض من المعلمين ما زالوا يخلطون بين مفهومين، هما مفهوم النظام ومفهوم الانضباط. فالنظام يعني توفير الظروف اللازمة لتسهيل حدوث التعلم واستمراره في غرفة الصف، ويمكن الاستدلال من هذا المفهوم أن النظام غالبا ما يكون مصدره خارجيا وليس نابعا من ذات التلاميذ، بينما يشير مفهوم الانضباط إلى تلك العملية التي ينظم التلميذ سلوكه ذاتيا من خلالها لتحقيق أهدافه وأغراضه. وبالتالي فإن هناك اتفاقا بين مفهوم النظام والانضباط باعتبارهما وسيلة وشرطا لازمين لحدوث عملية التعلم واستمرارها في أجواء منظمة وخالية من المشتتات أو العوامل المنفرة أو المعيقة للتعلم، لكن الفرق يكمن في مصدر الدافع لتحقيق النظام أو الانضباط، فالنظام مصدره خارجي أما الانضباط فمصدره داخلي من ذات الفرد. ولا شك أن الانضباط الذاتي في غرفة الصف على الرغم من أهميته وضرورته للمحافظة على استمرارية دافعية التلاميذ للتعلم يعد هدفا يسعى المربون إلى مساعدة التلميذ على اكتسابه ليصبح قادرا على ضبط نفسه بنفسه. ممارسات لتحقيق الانضباط الصفي الفعال لإتاحة فرص التعلم الجيد للتلاميذ. أولا، أن يعمل المعلم على توضيح أهداف الموقف التعليمي للتلاميذ. ثانيا، أن يحدد الأدوار التي يتحملها التلاميذ في سبيل بلوغ الأهداف التعليمية المرغوب فيها. ثالثا، أن يوزع مسؤوليات إدارة الصف على التلاميذ جميعا، حيث يحرص على مشاركة التلاميذ في تحمل المسؤوليات كل على ضوء قدراته وإمكاناته. رابعا، أن يتعرف على حاجات التلاميذ ومشكلاتهم ويسعى إلى مساعدتهم على مواجهتها. خامسا، أن ينظم العلاقات الاجتماعية بين التلاميذ وأن ينمي بينهم العلاقات التي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل ويزيل من بينهم العوائق التي تؤدي إلى سوء التفاهم. سادسا، أن يوضح للتلاميذ النتائج المباشرة والبعيدة من وراء تحقيق الأهداف التعليمية للموقف التعليمي.
على أي حال وعلى الرغم من أهمية كل هذه الأمور السابقة وضرورتها، فلا بد من وجود المعلم القادر على فهم التلاميذ والتعامل معهم ورعاية شؤونهم الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية وفهم البيئات الاجتماعية التي تحيط بهم ومساعدتهم على التكيف الاجتماعي.